كل العصام اللي كتشوفي بثمانيه اللي مشاركين هنا كلهم باغي يتوجوا بالميداليه الذهبيه. حنا اللي فرجنا نصفقوا علو وتبارك الله عليهم. هذا سي ماهر. ماهر هو الفائز بالميداليه الذهبيه السنه الماضيه ايضا من الصربات اللي اجتهدت كثير. سبق العمد مصطلحات تستعمل. هاد الصروب بصراحه ما قدرناش نبقاو كل مره يسلموا قدامنا لانهم ما سخيناش بهم غادي يمشوا للبارود كلهم في مستوى كبير. نعم مستوى عالي عالي جدا. هي كل الاخصائيات هاد السنه كانت نهايه قبل الاول. لاحظنا نهار اليوم الثاني المجموعه الاولى انه البارديه تبارك الله في المستوى العالي جدا. أنا ما كرهتش انا كلشي يكون انا بالنسبه لي كلهم متوجين كلهم عندهم تتويج بالذهب. هاد الصربات اخت قائمه ردي البال واحد خمسه تصرب لانه غادي يحير الجمهور وغادي يحير حتى الحكام فيهم في التنقيب لانه ما حتى واحد ما غادي غادي ينتزل الاخر غادي يكونوا في مستوى كبير بزاف. وحنا بغينا هاد الفرجه وبغينا هاد المنافسه القويه نشوفوها وبغينا البطل ما يمشي غير يجي يكون بغيناه حتى الاخر طلقه وعاد نعرفوا البطل. نعم السربه ديال بشير ماهر هي الفائزه بلقب البطوله الوطنيه جائزه الحسنه الثاني وايضا جائزه محمد السادس خلال منافسات معرض الفرس اللي اعتبرت بمدينه الجديده. فالاكيد ان التنقيط الان تم على مستوى الهداء او التسليمه. كنا نتعودوا على الجهه ديال هذه الجهه ديال الدار البيضاء سطات عبد الله حريت. الان كنشوفوا البشير هو الاخر نموذج يحتذى به بالنسبه لهذه الجهه. فعلا اخت قائمه حتى واحد الملاحظه حتى الجمهور لا زال ينتظر القرصه ديال الحسم باقي حتى الجمهور ما تحركش. وهذا الجمهور هذا رائع جدا جدا جدا. نعم قلت تحيه وتقدير هذا الجمهور. الجمهور مسالم اخت قائمه لاحظتي الجمهور ديال الفروسيه بحال الجمهور ديال التنس مع الرابح مع احسن عرض واحسن اداء. فعلا احسن قرصه لحد الساعه الباهر بشير احسن طلقه ضربات في منتهى الروعه لا من الخيول لا من الاصطفاف لا من التدريجه لا من النوضه لا من حركات. احسن قرصه بدون منازع لهاد الساعات. غادي يخلي الان ابراهيم نصيحي والبشير ماهر تقارب والجمهور ايضا يستجيب ويشجع انه فعلا انه حركات جنبات هاد المنصه ديال الجمهور الغفير اللي حاضر. فعلا قرصه موفقه كل المعايير. نعم والاصداء تصلكم من خلال المؤازره اللي سربت البشير ماهر الفائز بالميداليه الذهبيه السنه الماضيه. ممثل جهه الدار البيضاء سطات اقول عفوا ممثل بني بلال الخليفرة الصعوبه ديال المقدم الفاتح عزيز جمعيه السلام للفروسيه التقليديه. غادي نتابعوا الان الطلقه الثانيه اللي سربت عزيز مازال ما كيبانش شي بطل ولا شي مقدم اللي بين اللي غادي يقدر غادي يفوز بالميداليه. ونحن نواصل المتابعة المباشرة لمنافسات تبوريدان. نشير أن الفريق الوطني خرج منتصرا بهدف مقابل لا شيء في اللحظة الأخيرة من المقابلة. ونتابع سربة البشير ماهر ديما سابق البارود على اليمن كلهم صرب كيسبقهم البارود على اليمن ما عرفتش علاش. مازال ما باينش باقي الان الطلقه ديال البارود اللي تحرك بالاجماع لا اعلاميه لا صحفيه لا مقدميه لا مبارديه لا جمهور
باقي ما حسيناش بها. نرجعوا للكلمه ديال الميلو، نشوفوا الان الترقب في طلقة المباراه الثالثه. شلنا الاثنين والثلاث والاربعه والخميس، قلنا المستوى غادي يكون عالي كبير السبت وحد. كنشوفوا كل سربه دايره الاحتياطات ديالها، بزاف الاحتياطات، لانه حنا بغينا بحال اللي كنقولوا كيعبر المحرك. عبد الجليل عنده خبره كبيره في هذا الميدان ديال هنا في دار السلام. صحيح، وغادي نتابعوا. عبد الكريم ما كيجيبش، السي عبد الجليل ما كيجيبش هذه القرصه بالصدفه، كيجيبها بالعمل بالخدمه. نعم، كنعرفوا الان في قيد بن صالح تبارك الله عندهم واحد محرك كتقام فيه بطوله ومهرجان ديال الف فرس وفرس، وهذا راه مكسب على مستوى حتى البنيه التحتيه الان كتعزز هذه الرياضه التبوريضه. تما في كان دارت المباراه ديال الجهه، وتفرج تما انا فاش حتى هو على الرتبه الاولى وبن خدا الرتبه الثانيه. البشير ماهر جوج ديال الطلقات مضروب، تيبقى عند الجليل ابو عبادي، عبد الجليل ابو عبادي عند ماهر البشير. انا ما نقدرش نسبق الاحداث لانه كاين حكام اللي صارين على هذا الشيء واللي كينقطوا، لانه هذا الشيء عندنا حنا كان ما كانش بان لنا ذاك الشيء في المستوى. ننتظر النتائج النهائية. صحيح، فثمانية ديال الصربات اللي اختات المباراة النهائية. بالنسبة لفئة الكبار، عزيز فتحي عبد المجيد حجاج، إبراهيم النصيحي، العبي بن خدا، هشام نسمة، يحيى القدسي، عبد الجليل بو عبادي، وماهر البشير. هي المنافسة قوية على مستوى الترتيب العام المؤقت اليوم غد، فعبد الجليل بو عبادي هو اللي في المرتبة الأولى. أنا كيبان لي سي بو عبادي، عبد الجليل، ماهر بشير، عبي بن خدا، إبراهيم. والذهب من نصيب صربة البشير ماهر زي الأبيض. جهة البيضاء ستات هو بطل المغرب لدورة العشرين. أنا قلت أنه إنجاز تاريخي لصربة البشير ماهر التي كانت الأفضل في اليوم الأخير على مستوى التلقات بالبارود، الطلقة الأولى والطلقة الثانية، وبالتالي الذهب في صورة تذكارية تؤرخ لي الحدث ولهذا الموعد، الموعد العشرين لمنافسات البطولة الوطنية، واللي تمكنت عطات فوز آخر لجهة دار البيضاء ستات.